الاستقالة المتوقعة حدثت ولكن بطريقة أثارت الكثير من ردود الفعل بين مؤيد ومعارض عن استقالة المحافظ المفلحي ودلالاتها والمشهد المرتقب لعدن بعدها ستكون حلقة فضاء حر لهذا المساء. أهلا بكم. منذ مغادرة المفلحي عدن كان الجميع يعرف أن محافظ عدن لن يعود، خصوصا بعد ظهور بوادر خلاف بين المحافظ ورئيس الوزراء وتكليف وكيل المحافظة الأول للقيام بأعمال المحافظ، وهو ما اعتبره البعض إقالة مهذبة. استقالة المفلحي التي أعلنها أخيرا جاءت على عكس ما توقع البعض، فبينما كان واضحا أن المحافظ الذي لم يتمكن من دخول مبنى المحافظة أو سكنه الرسمي يعاني من عرقلة متعمدة من أطراف على علاقة بالإمارات ومشروعها في الجنوب، وكان قد سبق وأن تحدث عنها المفلحي علانية في مناسبة سابقة، فقد توقع البعض أن استقالته لن تخرج عن هذا الإطار، لكن المفاجئ أن المحافظ اختار طرفاً آخر هذه المرة ناسفاً كل ما كان قد قاله في المرات السابقة عن الأطراف التي تعرقل عمله. قال المفلحي أنه لم يستطع ممارسة مهامه بسبب فساد الحكومة ورئيسها بن دغر حسب قوله، مع أنه في المرة السابقة كان قد قال أنه ما من إيرادات تصل إلى السلطة المحلية أو الحكومة بسبب سيطرة ميليشيات على المؤسسات في عدن. يرى البعض فيما قاله المفلحي تناقضاً صارخاً لا يشير إلا إلى صراعات المشاريع المتضاربة الآن داخل جسد الشرعية وحولها، فيما يرى آخرون أن ما طرحه المفلحي يستحق الإشادة كونه يوضح مدى خطورة الفساد الذي ينخر الشرعية ويعرقل مساعي استعادة الدولة. إلى ما تشير استقالة المحافظ المفلحي وإلى أين تمضي الأحداث بالشرعية وما المشهد المرتقب لعدن بعد الاستقالة؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا هذا المساء مع كل من الدبلوماسي السابق صالح الجبواني ورئيس مركز مسارات للدراسات باسم الشعبي. ونبدأ معكما بسؤال مشترك، والبداية معك أستاذ باسم، هل ترى بأن استقالة المفلحي جاءت في سياقها الصحيح أستاذ باسم؟ نعم، في الحقيقة يعني المحافظ المفلحي كما يبدو أنه وصل إلى طريق مسدود فيما يتعلق بمنحه فرصة للعمل في مدينة عدن لإدارة أمور العاصمة عدن، وبالتالي لم يكن متوقعا أن تكون الحكومة هي الطرف المعيق ومعرقل النشاط الحافظ في مدينة عدن، لكن وأنه تحدث أكثر من مرة وأشار لأطراف أخرى كانت تقف على الضد من نشاطه في مدينة عدن، لكن هو الآن فجر يقوم بنا كبيرة جدا من خلال استقالته عندما أشار بأن الحكومة هي من تقف عائقا أمام نشاطه، وبالتالي يعني هذا يؤكد بأن هناك صراع حقيقي داخل الشرعية اليمنية، صراع بين إرادة التغيير وبين الثورة المضادة التي أيضا تعمل من داخل الشرعية لإعاقة مسار التغيير في البلاد بشكل عام. ونحن قلنا منذ وقت مبكر أن ثورة الشباب هي يعني أنتجت سلطة خلامية في الحقيقة، اختطفت الثورة وبالتالي أنتجت سلطة يعني هلامية، هي نوع من يعني الشراكة بين قوى النظام القديم التي جاءت من نظام علي عبد الله صالح وبين قوى الثورة أو ما تسمى يعني ادعاء بقوى الثورة من أحزاب سياسية، وبالتالي هذا التحالف بدل من أن يكون يعني أداة من أدوات التغيير في البلاد تحول إلى عائق كبير أمام عملية التغيير، وبالتالي يعني هذا التحالف ايضا لم يستطع ان يحافظ على الانسجام فيما بينه، وبالتالي يعني حدث صراعا داخل هذا التحالف بين يعني. لكنك استاذ باسم انت اذا ترى ان هذه الاستقاله جاءت في سياقها الصحيح باعتبار ان المفلحي ممثلا للثوره في مقابل الثوره المضاده داخل منظومه الشرعيه. طيب السؤال ايضا ذاته للاستاذ صالح القبواني، كيف تنظر، كيف تقرأ، في أي سياق تقرأ استقالة المفلحي؟
أولا مساء الخير. مساء الخير. قال الأستاذ عبد العزيز المفلحي أتت في ظروف مشتبهة. لم يكن الأستاذ المفلحي قد اختار خطا معينا ليحدد موقفه من هذا الطرف أو ذاك من الأطراف المتصارعة في عدن. والأطراف المتصارعة في عدن هي معروفة الشرعية اليمنية التي تؤسس لسلطة دولة في المدينة وتجعلها عاصمة مؤقتة لليمن، وبين أطراف إنقلابية معروفة وواضحة تسعى للإنقلاب على الدولة والاستفراد مدينة عدن، وصلنا إلى مشروع مزعوم كلنا نعرفه. الأستاذ عبد العزيز المفلحي أجا إلى محافظة عدن في لحظة ملتبسة، وكان هو أيضا في وضع حرج لأنه يحسب نفسه على هذا الطرف وعلى ذاك. هو يريد أن يصلي خلف عدن خلف علي، ويريد أن يحضر على مائدة معاوية، وهذا ما لم يكن متيسر. تكلم محافظة عدن، ولأن القوة التي راهن الأستاذ عبد العزيز المفلحي أن تساعده وتدعمه وأن تقف إلى جنبه هي القوة التي وقفت حجر عثره في أن يكون أفضل لمحافظة عدن يتمتع بكامل المسؤوليات. بعد أن وقفوا حجر عثره في طريقة لم يسلموه المحافظة، لم يسلموه السكن، لم يتيحوا لأن يمارس مهامه، وكما قال هو حكوا بدها كثير من مؤامرات السيال قد غير إلى جمهورية مصر العربية. صحيح. بعد هذا كله يأتي ليستقيل ويحمل المسؤولية للدكتور أحمد عبيد المشغل رئيس الوزراء، ويترك كل هذه العوامل التي أفتلتها والتي والتي أيضا هو كان قد تحدث عنها في مناسبات سابقة أستاذ صالح. وهذا السؤال موجه الآن يعني للأستاذ باسم، يعني هذه الأسباب التي ذكرها ربما الأستاذ صالح الجبواني كان قد تحدث عنها في مناسبات سابقة المحافظ المفلحي، وأشار بالتلميح وبشكل مباشر أيضا للأطراف التي تقف عائقا أمام مهامه، فضلا عن الأسباب التي يعرفها الجميع منها عدم تمكنه أو منعه يعني بعبارة أدق من الوصول إلى مكتب في مبنى السلطة المحلية أو حتى استلام يعني منزله كمحافظ، منزله الرسمي. ألا يعتبر ما جاء في الاستقالة وبين هذه الأسباب التي كان قد ذكرها أو الواقع الذي نعرفه تناقضا برأيك أستاذ باسم، أو ربما تراجعا عن تصريحات سابقة له؟ لا، هو طبعا لم يتراجع عن تصريحاته السابقة، ولم يكن هناك أي تناقض فيما قاله، بل هو ركز على يعني على سبب رئيسي وجوهري ومهم جدا. لم يتوقع الشارع اليمني في عدن بأنه سيقف عائقا أمام يعني المفلحين. واضحة وتحدث عنها المفلحين في أكثر بالمناسبة بأنها وقفت موقفا شديدا من نشاطه في عدن، لكن لم يتوقع الناس، لم يتوقع الشارع، لم يتوقع المراقبون بأن الحكومة أيضا تقف موقفا شديدا من أداء المحافظ المفلحي في مدينة عدن. وبالتالي هو أشار إلى الحكومة لكي يوضح بأن هناك أطراف أخرى أيضا أشد خطورة من المجلس الانتقالي ومن الدور الإماراتي في عدن، وهو موقف الحكومة الرسمية التي عينته بقرار يعني جمهوري من رئيس الجمهورية وترشيح من رئيس الوزراء، وبالتالي انقلبت عليه ووقفت ضده وعاقت عمله في مدينة عدن وصادرت 5 مليار ريال يمني كان ادخرها المفلحي لشراء بعض المعدات. لكن أستاذ باسم دعنا نناقش هذه الجزئية وهي التي ربما كانت محور
استقالة المحافظ المفلحي، الحديث عن 5 مليار أو عن الفساد الذي ذكره المحافظ المفلحي، وهي يعني بطبيعة الحال تحدث عن مناقلة بين بنود داخل موازنة المحافظة من قبل رئيس الحكومة. يعني بالأخير يعني نتفق أو نختلف حول هذه التفاصيل، لكن ألا يعد التغاضي أو عدم الإشارة بالمطلق للدور الأطراف الأخرى في عرقلة مهامه، ومنها يعني إهانة رمزية الدولة ورمزيته هو كمحافظ في ممارسة مهامه من مكتبه لما لهذه الخطوة من خطورة، وبما يعني بأن السلطة المحلية ليست ومؤسسات يعني المدينة بالمجمل ليست تحت سيطرته، يعني هل من المنطقي التغاضي عن هذه الأسباب مقابل هذا النقاش حول هذه الجزئية، جزئية المناقلة في بنود الموازنة؟ سؤال موجه لي. نعم أستاذ باسم. فيما يتعلق بجزئية المبلغ المالي الذي تم تحويله من حساب المحافظة إلى حساب وزارة الاتصالات، أنا حقيقة لست محللا ماليا ولا أفهم كثيرا في الجانب الاقتصادي، ولكن أقول بأنه كان يفترض على رئيس الوزراء أن لا يقدم على هذه الخطوة إلا بعد أن يعني أن يجلس مع المحافظ ويستشير المحافظ المفلحي فيما يريد أن يقوم به، لكن أن يتم يعني تحويل المبلغ دون الرجوع إلى 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 المحافظ هي يعني الحقيقة يعني عملية يعني غير منطقية، وبالتالي هي بطبيعة الحال غير منطقية، وبالتأكيد أن هناك خلل إداري في 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 الموضوع، لكن نتحدث عندما تتحول هذه المسألة أو هذه الخصومة بين المحافظة وبين رئيس الحكومة إلى سبب رئيسي ووحيد لاستقالة وانسحابه من منصبه، بينما الجميع يعرف أسباب أكثر وجاهة من هذا السبب. رئيس الوزراء اتهم المحافظ في رسالته الموجهه لرئيس الجمهوريه بان المفلحي يعمل على يعني هناك خشيه من ان يقوم المفلحي ببناء معسكرات والويه عسكريه، طيب انت اللي عينت المفلحي بقرار جمهوري بدلا من عيدروس الزبيدي، ثم تاتي به الى عدن وتقوم تشكك فيه ويعني تحاصره وتضيق عليه الخناق وتمنعه من التصرف بالاموال الخاصه بالمحافظه في اعاده بناء المحافظه، وبالتالي تحوله الى مجرد يعني كرت محروق او الى مجرد كوز مركوز. في الحقيقه المحافظ المفلحي اشار الى نقطه مهمه جدا، وهو وجود لوبي فساد في مدينه عدن يديه احمد عبيد بن زغر، وهذا اللوبي هو ما يسمى بالدوله العميقه لنظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. هذه الدوله العميقه تكلمنا عنها قبل حوالي عام ونصف من الان، وتعرضنا بسبب ذلك للتهديدات، هي التي تعبث في مدينه عدن، وهي التي تقود عمليه الفساد والنهب، وهي التي ترفض توريد ايرادات الدوله الى البنك المركزي، وهي التي تتلاعب بالبترول وبالنفط وبالمازوت وبمازوت الكهرباء، وهي التي تتلاعب بساعات اطفاءات وتشغيل طاقة كهربائيه. هذه الدوله العميقه ما تزال تعمل في مدينه عدن، واعتقد ان المفلحي وضع النقاط على الحروف عندما تحدث عن هذا الاخطبوط في مدينه عدن الذي قال بانه محمي ومصان من قبل رئيس الحكومه احمد عبيد بن زغر، وعلى رئيس الحكومه ان كان بريئا مما قاله المفلحي عليه ان يرد ويفند هذا الكلام، ما لم فان عليه ان يقدم استقالته، ما لم فان الحكومه سوف يتم اسقاطها يعني من الشارع. نعم نعم، وهذا ايضا يقودنا الى سؤال اخر استاذ باسم، بان هذا التزامن بين حديث سابق للاستقاله عن اسقاط الحكومه من قبل المجلس الانتقالي والتحركات التي قام بها المجلس الانتقالي مدعوم من الامارات نحو ما يعني ما سمعناه عن اسقاط الحكومه وفساد الحكومه، كيف يمكن تفسيره هذا من جهه، ومن جهه اخرى الا تعتقد استاذ صالح ايضا بانه ما ورد في استقاله المفلحي ربما هناك ايضا هو سبب وجيه ل الاستقالة، مسألة الخيانة التي تعرض لها من قبل الحكومة؟ أستاذ صالح. نعم معك. تفضل. أنا لا أفهم ما يريد الأخ باسم من حيثيات ومن معطيات معينة يبني عليها لكي يبرر استقالة الأستاذ عبد العزيز المفلحي. الأخ باسم الشعبي كأنه لا يدري في أي طريق يمضي. المسألة معروفة، تعين الأخ عبد العزيز المفلحي لم يتمكن من الدخول إلى مكتبه من كان السبب، لم يتمكن من الوصول إلى بيته
من كان السبب علينا أن نحدد الذي يضع العصي في دولاب الدولة في عدن يجب أن نحدده بدل الذهاب إلى هذه الكليشيهات التي يتحدث عنها والفساد وما إلى ذلك، مع العلم أن الدكتور بن دغر لم يأخذ المبلغ إلى جيبه، حوله من ميزانية محافظة عدن باعتبار الضرائب هذه ضرائب سيادية تخضع للصرف الدولة، حوله من ميزانية محافظة عدن إلى ميزانية وزارة المواصلات. الأستاذ المفلحي لم يتطرق إلى كل الحيثيات هذه التي حابت فعدم قدرته على إدارة محافظة عدن، وركز على مسألة 5 مليار ريال مشكلته مع ابن درب. مشكلتنا مع الأخوان هؤلاء بصراحة يعني علينا أن نتكلم بوضوح، مشكلتنا مع باسم وغيره المجلس الانتقالي نحن نعرفهم واضحين في موقفهم ويعلنون أطروحاتهم بكل شفافية، لهم موقفهم ولنا موقفنا في الاتجاه الآخر، لكن مثل الأخ باسم وهذا هذا الناس اللي يعيشوا في هذه المناطق الطحلبية مناطق الظل، هذا أمرنا لا صديقه ولا يحبني أبدا. يعني حدد موقفك، من الذي عاد المصلحين من إداء مهامه في عدن؟ من الذي وقف ضده في محافظة عدن؟ إذا كان مثلا نعم يعني أستاذ صالح، أتمنى عليك أن لا يعني أن لا تغرق في الحديث عن باسم، لأن موضوعنا ليس يعني سجال شخصي بينكما كضيفين، لكن عن الفكرة. أستاذ باسم يعني ما يطرحه الأستاذ صالح ربما إلى حد ما يدعونا إلى التساؤل حول إدراك المحافظ لأولويات مهمه في المحافظة، وحديثه عن الفساد داخل المحافظة في ظل غياب الدولة، نتكلم عن غياب الدولة وعن غياب سلطة الدولة في المحافظة، كيف يمكن أن يكون منطقيا حديث عن هذا الفساد في ظل غياب الدولة وعدم قدرته؟ الرجل كان يعني محاصرا داخل غرفة في 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 قصر المعاشيق ولم يستطع أن يتحرك إلى مقر عمله، كيف يمكن أن نتحدث عن أولويات منطقية لدى المحافظ؟ الحقيقة أنا المعلومات التي وصلتني مؤخرا خصوصا بعد تمكن أحمد سالمين الذي كلف من قبل بن دغر بدخول مبنى المحافظة ومباشرة جوابه لمبنى المحافظة، المعلومات التي وصلتني من هناك بأن من منع المفلحي من الوصول إلى مكتب المحافظة هي يعني الدولة العميقة وخلايا النظام القديم الموجودة داخل المحافظة وبتوجيهات من يعني عناصر داخل الشرعية اليمنية التي منعت المفلحي من الوصول إلى مبنى المحافظة، ولا أنفي هنا ولا أبرر المجلس الانتقالي. إذا أنت تقصد، هل يمكن أن أفهم من كلامك أستاذ باسم بأن مبنى السلطة المحلية الذي هو تحت سيطرة المجلس الانتقالي بأنه تابع للدولة العميقة، بمعنى أن المجلس الانتقالي هو جزء من مشروع النظام السابق؟ لا، المجلس الانتقالي لم يعد يسيطر على الدولة المبنى المحافظة، المجلس الانتقالي بعد إقالة عدنوه الزبيدي انسحبت قواته إلى بلدمور في السواهي، وهناك قوة أمنية موجودة داخل مبنى المحافظة يشرف عليها يعني تشرف عليها قيادة المحافظة والوكيل الأول أحمد سالمين داخل المحافظات وتستلم رواتبها. كيف يشرف عليها أستاذ باسم وهو منع والوكيل الأول نفسه يعني منع من الدخول إلى مبنى المحافظة؟ يعني قوات الوكيل منعته من الدخول؟ الوكيل الآن عاد ودخل والآن يداول من داخل مبنى المحافظة، هناك شغل حقير داخل مدينة عدن، هناك قوة تعبث بالأمن في مدينة عدن، هناك يعني الحقيقة كثيرا أن أقول بأن القيادة الشرعية فشلت في إدارة الأمور في العاصمة المؤقتة عدن وتفرغت للإشراف على الصراعات القوى من داخل الرياض داخل مدينة عدن. الحقيقة يعني هناك لعب الأوراق، هناك لعب بصراعات مختلفة وبينية، ربما لإطالة أمد المعركة، ربما يعني لخلق يعني حروب او صراعات بينيه مختلفه لحصول على ارباح على اموال المتاجره بهذه الصراعات. حقيقه الوضع غير مفهوم
في 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 مدينه عدن. لكن استاذ باسم هو هو ربما ضمن هذه الصيغه التي تطرحها الان يكون غير مفهوم وغير مفسر، لماذا الشرعيه تعمل ضد نفسها، لكن ربما الواقع او الوقائع على الارض تقول امر اخر. هناك قوه امر واقع تتبع اطراف معينه في عدن هي من تدير المعركه وتدير المشهد الامني والسياسي في عدن. دعيني اخي اوضح لك، دعيني اوضح لك هذه النقطه بشكل واضح، يعني عفوا. نعم باختصار حتى انتقل للضيف الاخر. بشكل واضح، انا حقيقه منذ البدايه، منذ ما بعد تحرير عدن، احمل الشرعيه والرئيس عبد الرب منصور هادي مسؤوليه كل ما يحدث في مدينه عدن. لولا ضعف الشرعيه واستسلامها وهروبها من عدن ومكوثها في الرياض طوال هذه المده، لما تمكنت لا الامارات ولا المجلس الانتقالي ولا نعم هذا ايضا مدينه عدن. لكن الشرعيه اليمنيه تتحمل مسؤوليه ما حدث في مدينه عدن وتتحمل وجود سلطه موازيه. طيب الشرعيه استاذ باسم، يعني عندما نتحدث احنا على الشرعيه، هي الشرعيه هي ليست مفهوم هلامي، وانما هي عباره عن رجال دوله، يعني ممثل بالرئيس الحكومه وبالمحافظ وبغيرها من رجال الدوله. يعني ما هي الشرعيه اذا لم يكن هم من يدافع عنها رجال الدوله؟ طيب ساعود بهذا السؤال الى السيد صالح القبواني. هناك ايضا من يرى بان رسالة المفلحي أو استقالة المفلحي برغم أنها لم تتطرق إلى طرف بعينه من المعرقلين لأدائه في السلطة المحلية، لكنها ربما تمارس ضغوطا على الحكومة من قبل ما طرحه الآن الأخ باسم، لتقوم بدور فاعل لفرض نفسها كقوة وسلطة على الأرض في عدن. أستاذ صالح. يا سيدي، في هذا الطرح الذي يطرحه الأخ باسم بعيد عن الحقيقة وبعيد عن الواقع، ذلك أنه يتحدث عن سلطات شرعية دولة تفرض نفسها. نحن نعرف الظروف التي تعمل فيها الشرعية نفسها، نحن نعرف أن الرئيس هادي، نعرف أن كثير من الوزراء، نعرف أن كثير من القيادات لا يستطيعون العودة من الخارج إلى الداخل. نعرف انه عمل بعض الاجهزه التابعه للشرعيه داخل مدينه عدن مقيد. نعرف انه هذا المجلس الانقلابي سيطر على مباني محافظه عدن ولم يترك الفرصه لمحافظه عدن يدخل الى هذا المكان. ياتي مثل هذا الاخ اللي اسمه باسم، هذا اللي يتحدث معكم ضيف باسم، يعني الشرعيه تتحمل. لحظه دعيني اتكلم من غير اساءه للضيف. طيب تفضل. لا اسمعيني، يقول انه الشرعيه تتحمل والشرعيه لازم تفعل والشرعيه لازم تفعل. هناك مؤامرات على الشرعيه من الخارج ومن الداخل بكل وضوح. هناك طرف في التحالف يدعم اطراف في عدن لكي تعرقل عمل الشرعيه، لكي تمنع المحافظ ان يعود الى عمله. وبعد اشهر من الغياب في مصر ياتي الاستاذ المفلحي ليدلي استقاله طويله عريضه ويحمل المسؤوليه بالدغر في موضوع 5 مليار حولها بالدغر من حساب محافظه عدن الى حساب وزاره المواصلات، من حساب دوله الى حساب دوله، ما اخذها في جيبه. وياتي الاخ هذا ومن مثل كثيرين من المسوقين للمشاريع هذه، نحن نعرفهم جيدا. لا هو ليس فقط منطق الاستاذ باسم، استاذ صالح، هو ليس منطق يعني باسم فقط، وانما هناك الكثير من اعتقدوا فعلا بان هناك فعلا ربما طرفا داخل الشرعيه اعاق عمل المحافظ ومثل بالنسبه له طعنه كبيره وخذلان كبير ما جعله يعني ذهب باتجاه الاستقاله. دعيني اكمل لو سمحت، اعطيني فرصه زي ما تعطيه. لا يوجد اي طرف في الشرعيه اليمنيه عاد الاستاذ عبد العزيز المفلحي عن اداء مهامه في محافظه عدن. من الذين اعادوا الاستاذ المفلحي عن اداء مهامه في محافظه عدن؟ الذي اعادوه، الذي منعوه من الوصول الى مباني المحافظه يدير العمل من هناك، الذي اعادوه للوصول الى سكنه، حتى فرضوا عليه ان يعيش في غرفه في المعاشيق الى جانب الاستاذ بن دغر ولمده اشهر. هؤلاء طرف انقلابي معروف وواضح واعلن عن انقلابه في الرابع من مايو ببيان تابع العالم كله. لانه طرف في التحالف يدعم هذا الطرف، تم تحمل ما جرى من طرف الشرعيه اليمنيه وتم التغاضي عن كثير من الامور لعل وعسى ان تعود الامور الى نصابها. لكن
لم تعد الامور كذلك ومضت الى هذه المنطقه. عندما عجز المفلحي طبعا وهو الذي لم يرد ان يتصادم مع المجلس الانتقالي الذي يسيطر على المباني على مباني محافظه عدن واعتبرها ملكيا، هرب الى القاهره وجلس عده اشهر. هو زي ما تحدث معك في البدايه لا يريد ان يصطدم مع هذا الطرف ولا مع هذا الطرف، يريد ان يكتب مع الكل. لذلك عندما تم الحديث عن تغيير الاستاذ المفلحي بشخص اخر لكونه غير قادر، خرج علينا بهذه الاستقاله الطويله العريضه. ياتي هذا باسم ومن مثل باسم كثيرين من اللي يعيشون في المناطق الرماديه ليزيفوا وعي الناس. طيب استاذ صالح، طيب استاذ صالح، الفكره واضحه، الفكره واضحه استاذ صالح. طيب استاذ باسم، اذا هناك مشروعان في البلد، مشروعان تحديدا في عدن، مشروع الانقلاب الجديد، تحدث انقلاب المجلس الانتقالي ومشروع الدوله. هنا المفلحي كان عليه ان يختار احد هذين المشروعين لتقويه اما الدوله او الشرعيه كما قلت، او تقويه القوات التي تمارس وصاية على الدولة وتفرض نفسها كسلطة أمر واقع في عدن ممثلة بالمجلس الانتقالي. ألا ترى بأن المحافظ في هذه الحالة انحاز لمشروع الانقلاب في عدن وترك الدولة وحيدة، يعني بل أنه حملها مسؤولية أخطائها وأخطاء الآخرين؟ لولا يعني احترامي لهذه الحلقة واحترامي لك لما يعني استمريت في هذه الحلقه، وانا اسف يعني لم اتوقع انك سيكون ضيفي في هذه الحلقه هو الاخ صلاح الجبواني الذي فعلا اصبح يعني بعد استدعائه من بريطانيا الى الرياض الان يمارس دور. طيب استاذ باسم، لا داعي للتفاصيل هذه، نحن نضبط هذا الحوار وان شاء الله يعني لسنا بحاجه الى اساءة احدكم الاخر. كنت اعتقد انه مناضل، لكن في الاخير الحقيقه يعني طلع يعني بوقع. طيب مش موضوعنا. في كل الاحوال الوضع في عدن يعني يحتاج الى اراده حقيقيه، يحتاج الى سلطه وطنيه حقيقيه تعيد ضبط البوصله وضبط المسرح من جديد، تحتاج الى عمليه تنسيق حقيقيه بين التحالف العربي وبين الشرعيه اليمنيه وبين كافه القوى السياسيه والمدنيه في مدينه عدن. هناك فراغ كبير جدا، هناك غياب للاحزاب السياسيه، هناك يعني 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 غياب دور الحكومه بشكل فعلي. لماذا برايك يغيب دور الاحزاب السياسيه والشخصيه الوطنيه في عدن؟ يعني هناك فراغ يعني كبير موجود تملؤه قوى اخرى. نحن منذ البدايه طالبنا بوجود الدوله، طالبنا بوجود الحكومه، قدمنا مشروع عبر رئاسه الجمهوريه فيما يتعلق بعوده الحكومه، فيما يتعلق برسم مسارات حقيقيه في عمليه التنميه واعاده اصلاح الخدمات في 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 في, في مدينه عدن واعاده بناء الجيش واعاده توحيد القوى الامنيه. الوضع في عدن وضع مرعب، ووزاره الداخليه التي هي اهم وزاره في الحكومه الشرعيه لا تمارس مهامها فعليا. الارض الجزء الامنيه التابعه لوزاره الداخليه اصبحت تشرف عليها دوله الامارات العربيه المتحده. هناك يعني ما يجي واحد يقول لي الشرعيه تعمل بظروف صعبه، تعمل بظروف منطقيه، هذه مبررات سخيفه في الحقيقه، هذه مبررات سخيفه. يعني هذا نوع من رفع المسؤوليه عن رئيس الجمهوريه وعن رئيس الحكومه عندما نرمي بالمسؤوليه على المجلس الانتقالي ودوله الامارات العربيه المتحده وعلى التحالف العربي. التحالف العربي والامارات العربيه المتحده اداه مساعده للحكومه الشرعيه وللدوله اليمنيه في استعاده الامن واستعاده الدوله. طيب باسم، يعني كيف المعني الرئيسي ما هو السبيل اذا لاستعاده الدوله هي الشرعيه اليمنيه؟ نعم استاذ باسم، ما هو السبيل لتقويه الشرعيه في البلد ولتقوية سلطة الدولة في البلد؟ طالما دعني أكمل السؤال باسم، يعني إذا كان كل يعني رئيس الجمهورية يمنع من العودة إلى عدن من قبل الإمارات، الرئيس الوزراء يتم شيطنته الآن والحديث عن إسقاط الحكومة، وكل شخصية يتم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية يتم شيطنتها وإقصائها وطردها من عدن، فيما تقوم الإمارات بدعم وتقوية وتوسيع نفوذ
الشخصيات والجماعات الخارجة عن سيطرة الدولة بمباركة وبالتفاف أيضا كبير لقوى سياسية داخل عدن؟ يعني ما هو السبيل للدولة لتقوية وجودها في عدن؟ اولا يعني تقويه الدوله في عدن اولا يعني استعاده يعني الشرعيه لمكانتها الحقيقيه واستعاده الدوله لمكانتها الحقيقيه في مدينه عدن من خلال عوده الحكومه وعوده رئيس الحكومه وعوده رئيس الدوله وعوده يعني كافه المؤسسات الامنيه والعسكريه والمدنية إلى 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 مدينة عدن. إذا استعار على الرئيس عبد الرب منصور هادي من العودة إلى عدن عليه أن يعود إلى جزيرة سقطرى ويدير أمور الدولة اليمنية من الداخل اليمني. هذا أول نقطة. النقطة الثانية الضغط باتجاه تشكيل دائرة تنسيق حقيقية بين الشرعية اليمنية والتحالف العربي وتحديد مهام ومسؤوليات كل طرف من هذه الأطراف بشرط أن تكون عمل هذه الأطراف تحت إشراف رئيس الجمهورية الرئيس عبد الرب منصور هادي لأنه هو المسؤول الأول عن البلد والمسؤول الأول عن وجود التحالف العربي داخل دا 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 داخل اليمن. الشيء الثاني على الشرعية اليمنية أن توقف عملية الفساد والتوظيفات العائلية والطائفية داخل منظومة الشرعية اليمنية. الثاني حاجة ينبغي تنشيط العمل الاقتصادي في مدينة عدن وتوريد إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في مدينة عدن ودفع رواتب الموظفين وتحسين خدمات ويعني تنشيط العمل الاقتصادي في مدينة عدن وإعادة الأجهزة الأمنية إلى تحت سقف الوزارة الداخلية في مدينة عدن وعودة كافة المسؤولين والوزراء إلى مدينة عدن ومهامهم من عدن. وإذا تصعب عليهم الوجود في عدن تحت مبررات عذر رفض الإمارات عليهم أن يعودوا إلى المكلا، عليهم أن يعودوا إلى المهرة، عليهم أن يعودوا إلى سقطرى، عليهم أن يعودوا إلى على أي حال أستاذ باسي، أنت تعرف المشهد تماما في عدن أنه يعني ليس بالسهولة، يعني تحديثك عن عودة الرئيس إلى سقطرى، أنت تعرف أيضا سقطرى واقعة تحت سيطرة أي طرف. أستاذ صالح، لا تخلقوا مبررات أمر رئيس الجمهورية. نعم أستاذ صالح، هذا هو الفشل بحد ذاته. نعم، لا نتحدث عن مبررات، لكن نتحدث عن وقائع ومعالجات مقترحة. أستاذ صالح، ألا ترى فعلا بأن خطوة المحافظ المفلحي من خلال حديثه عن الفساد ربما أيضا ما يحدث في عدن هو جزء من منظومة فساد كبيرة حاول أن يرمي حجرا يعني المفلحي لتحريك هذه المياه الراكدة في طريق إصلاح كل الاختلالات التي ذكرها الأستاذ باسم حول غياب الدولة؟ هو الفساد جانب عرضي من المشكلة العامة كلها. الفساد ليس هو السبب الأساسي لما نعانيه اليوم. الفساد هو من أعراض المرض الأساسي اللي موجود. أولا من أعراض المرض الأساسي أنه هناك انقلابان، انقلاب في صنعاء يقود المجلس السياسي الذي سيطر على العاصمة ودفع بالدولة للخروج والمنفى وإلى آخر، وهذا كلام نعرفه كلنا. المرض الآخر الرئيسي وهو الانقلاب الآخر الذي دبر في عدن من نفس القوى التي تعاملت مع إيران ومع الضاحية الجنوبية. ويمكن باسم سافر إلى بيروت وربما راح يذهب إلى طهران وهو يعرف هذا التفاصيل جيدا، ودبروا هذا الانقلاب بما اسموه المجلس الانقلابي، وكان مهمتهم اعاده عمل الدوله في محافظه عدن. يعني انه هناك لدينا طرفان يشتغلان لاعاده الدوله في اليمن وهما مشروعان انقلابيان على كل حال. اخونا يقول انه وزاره الداخليه لا تعمل في عدن، وزاره الداخليه لا تقوم بواجباتها. طيب وزاره الداخليه في عدن تتمثل في من؟ تتمثل في إدارة أمن عدن التي يقودها شلال علي شايع. هذا الأخ وأجهزة الأمن اللي تتبع له هم يتبعون المجلس المزعوم المسمى بالمجلس الانتقالي. طبعا الشرعية ليس لها علاقة بأي جهاز أمني في مدينة عدن على الإطلاق. هذا الأجهزة تتبعهم هم. لماذا لم يحققوا الأمن والاستقرار؟ عايز روس الزبيدي جلس سنة ونص في مدينة عدن لم يحقق أي شيء، لم يصفي الشوارع من القمامة ولم يعني يشفط مياه المجاري. إذا ما هو الدور اللي قاموا به هؤلاء؟ هؤلاء يبيعوا وهم للناس، يبيعوا كلام.
نعم. اخونا باسم من اللي يبيعوا هذه الاوهام للناس؟ طيب 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 هو برضو نرجع نذكرنا مش موضوعنا باسم. طيب باسم انت تحدث. لا 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 مش موضوع انا باسم، لكن هو يقدم هو 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 تحدث عن وجهه نظره، يعني هو حر في طرح ما يراها. يا سيدتي التسويق لا يصلح في قضايا الوطن، التسويق لا يصلح، التسويق يعتبر تسويق للخيانه، تسويق للارتزاق. وانا ايضا طيب. لا اتكلف ان اسمع مثل هذه وجهات النظر اللي ياتي بها. تظل وجهه نظره محترمها استاذ صالح. طيب تظل وجهه نظره ووجهه نظرك ايضا محترمه وفي الاعتبار. استاذ باسل ساعود لك. استاذ صالح اسمعيني، ساعود لك. عملوا انقلاب في عدن، هم عطلوا كل شيء والان يجون يبحثون عن الشرعيه اللي عملوها مشجب اللي ما وصلت اليه الاوضاع في عدن. لماذا؟ علينا نسأل لماذا؟ هذا الكلام يا نكون مع الشرعيه يا نكون مع الانقلابيين ونحدد مواقفنا بوضوح. صحيح. اما انه نعمل انفسنا محللين سياسيين ونعمل رجل في هنا ورجل هنا، لا غير مقبول هذا الامر ابدا. صحيح، وهذه واحدة من مآخذ استقالة المفلحي بأنها حاول المفلحي من خلال الاستقالة أن يحافظ على يعني صداقة مع أكثر من طرف، بينما اختار الحكومة كخصم وحيد في استقالته. أستاذ باسم كنت قد تحدثت بأن ربما الخلل من الشرعية ومن قيادة الشرعية وأن عليها أن تبسط نفوذها على الأرض. كيف يمكن أن تفرض نفوذها الشرعية؟ ما هي الأدوات التي ستفرض نفوذها من خلالها إذا كان محافظا بحجم المفلحي لم يتجرأ أن يتحدث، مجرد حديث عن الأطراف التي تعرقل عمله كمحافظ؟ ما هي الأدوات إذن التي بيد الشرعية أن تقاوم بها هذا المشهد الجديد والمختل في عدن وفي الجنوب بشكل عام؟ يا عزيزي هؤلاء استفزتهم يعني استقالة المفلحي، وفي الحقيقة كانوا لا يعتقدوا أن الأمور ستصل إلى هذا المستوى. نحن حذرنا منذ البداية من الإخفاق، حذرنا من الفساد، نحن مع الشرعية منذ البداية أساسا، لكن نحن لسنا مع الفساد، لسنا مع الفاسدين، لسنا مع الإخفاق. حذرنا منذ البداية وطرحنا مقترحات ورؤى وأفكار وقدمت بشكل رسمي عبر أطر رسمية كثيرة جدا، لكن للأسف الشديد يتم التعامل مع هذه الأطر، مع هذه الرؤى ومع هذه الأفكار يعني كاستهلاك إعلامي لم يعني توتي. وهل من ضمن هذه الخطط أستاذ باسم السكوت والتغاضي عما تقوم به الإمارات وأدواتها في عدن وفي الجنوب؟ نعم نعم نعم، نحن 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 ضد هذا السلوك، نحن لسنا مع السلوك السلبي من أي طرف كان، سواء كان من الإمارات أو كان من المجلس. انتقدنا ذلك، وبإمكانك أن تعودي إلى إلى إلى. طيب لكن حديثنا ليس عن موقفك أنت باسم، نحن نتحدث عن موقف المفلحي وغياب هذه الجزئية المهمة في المشهد في عدن من الاستقالة. المفلحي رمى حجر في البركة الراكدة كما قلت، وسوف ننتظر الآن يعني تحرك هذه البركة بأي اتجاه سيكون، هل هو باتجاه يعني مطالب حقيقية بإعادة المفلحي إلى عدن وتثبيته كمحافظ؟ برأيك هذه باسم يعني برأيك إلى أين يمكن أن تقود هذه الاستقالة وهذا التحريك للمياه الراكدة في ظل حديث البعض عن أن هذه الخطوة للمفلحي تأتي في سياق منظومة عمل معينة ربما كان قد أشار لها بحاح قبل أيام من خلال تغريدته وحديثه عن إعادة هندسة الشرعية؟ في أي سياق تقرأ أنت ستمضي الأمور برأيك؟ أنا أعتقد أتمنى أن تكون هذه الاستقالة مقدمة لمراجعة حقيقية داخل الشرعية اليمنية، داخل التحالف العربي، لمراجعة الأداء داخل منظومة الشرعية اليمنية، ليس الشرعية اليمنية فقط وإنما داخل حتى منظومة التحالف العربي. وحقيقة هناك قصور كبير جدا في إدارة المعركة في اليمن عسكريا وخدميا من قبل التحالف العربي، من قبل الشرعية اليمنية. وأتمنى أن تكون هذه الاستقالة المفلحية بهذا الوضوح وبهذه الصراحة أن تثير نوع من الحوار الجدي المنطقي داخل التحالف العربي والشرعية اليمنية لإعادة بناء حقيقي لهيكل الشرعية اليمنية، للعمل الإداري، العمل يعني مستقبل الشرعية اليمنية في العاصمة عدن أو في اليمن بشكل عام، ومستقبل التحالف العربي أيضا وعاصمة الحزب في اليمن بشكل عام. وأعتقد أن هذه هي فرصة
كبيره جدا الان لمراجعه ثلاث سنوات من الحرب، ثلاث سنوات من عاصفه الحزم واعاده الامل، للوقوف وقفه جديه لبناء حقيقي من اجل المستقبل. اذا مرت يعني هذه المرحله بدون اي مراجعه حقيقيه وبدون اي تغييرات جذريه داخل الشرعيه. نعم باسم، لكن هذه الاستقاله لم تلامس الوقع الحقيقي. باسم، هذه الاستقالة لم تذهب اتجاه الوقع الحقيقي والمشكلة الحقيقية في الجنوب، كيف يمكن أن يعني أن تكون مقدمة ل يعني إعادة نظر التحالف في أدائه في عدن وفي علاقته مع الشرعية؟ في الحقيقة يعني بالتأكيد هذه الاستقالة هي يعني سوف تقرأ في كل الاتجاهات، يعني سوف تحظى باهتمام داخل التحالف العربي وسوف تحظى باهتمام داخل الشرعيه اليمنيه مثلما حظيت باهتمام كبير جدا في الساحه وفي الشارع اليمني. على اي حال هي فعلا حظيت باهتمام المجلس الانتقالي يعني والتحالف العربي. نعم استاذ باسم، نعم هي بطبيعه الحال احتفت جديه من اجل المستقبل، من اجل مستقبل اليمن، من اجل مستقبل عدن، من اجل مستقبل المعركه مع الانقلابيين. بالحقيقه هناك اخفاق كبير، هناك اخطاء، هناك قصور، يعني لا ينبغي ان نجعل الرماد في العيون ونقول بان ونقول ان يعني نحمل مسؤوليه اطراف واطراف، كل الاطراف تتحمل مسؤوليه، المجلس الانتقالي تتحمل. نعم كل الاطراف تتحمل مسؤوليه. نعم استاذ صالح القبواني، هناك نعم منصور هذه يتحمل المسؤوليه باعتباره رئيس البلد، رئيس الدوله. نعم وهو المسؤول عن اليمن وعن اليمنيين وعن عاصمه الحزب في اليمن. ومن هذه النقطه استاذ صالح، هناك ايضا من يقول كيف نطلب من المحافظ المفلحي وهو ممثل للشرعيه وللدوله الحديث عن دور الامارات ودور التحالف العربي في عدن كمعرقلين له في الاداء، طالما لم ياتي هذا الصوت من رئيس الحكومه ولا من رئيس الجمهوريه، لماذا نحمل المفلحي فوق طاقته؟ لا ابدا، ما احد يريد ان يحمل المفلحي فوق طاقته، لكن يبدو ان اخواننا يحملوا الشرعيه اليمنيه طرف. الشرعيه اليمنيه هي الدوله، لا يجب ان نقارن الشرعيه اللي هي الدوله باي طرف سياسي اخر في الساحه. اللي يكون المجلس الانتقالي طرف، تيار معهم طرف، مجلس الثوري مع صالح يحيى وقاسم عسكر طرف، بيكونوا الاخرين كلهم اطراف سياسيه موجوده في الساحه، اطراف حراسيه زي ما كانوا من قبل. لكن ان يضعوا في سله واحده مع الشرعيه اللي هي الدوله هنا الكارثه. انا اسف، الشرعيه صار قاسم الزبيدي جزء من الشرعيه معاهم، شلال صار جزء من الشرعيه مدير امن. فلماذا لم يقوموا بواجباتهم كجزء من هذه الشرعيه، كجزء من الدوله؟ لم يتم الامر كما جرى. جاء بالاستاذ المفلحي لكي يقوم بمهامه كجزء من الدوله، لم يتم الامر كما اريد له ان يتم. هذه الأطراف أرادت أن تأخذ الدولة إلى مكان آخر، إلى موضع آخر، بحيث أن تمرر كثير من الأهداف وأن يصل بعض الأطراف إلى مراميهم كما هو مخطط طبعا من قبلهم، من قبل طرف يؤيدهم بالتحالف العربي. وبالمناسبة هو أشاد بالتحالف العربي، أشاد بالتحالف العربي وأثنى على دوره في استقالته. لا لا، التحالف العربي معروف دوره، التحالف العربي هو من ساعد المجلس الانتقالي، طبعا التحالف العربي ممثل بالإمارات طبعا في عدن، هو من ساعد المجلس الانتقالي، هو من ساعد هؤلاء الأطراف الذين خرجوا عن الشرعية و واستخدموا سلطات الدولة التي عينوا فيها لخدمة أهداف أخرى غير الأهداف التي عينوا من أجلها. التحالف العربي صار مطية لكثير من الأطراف لتحقيق أهداف غير أهداف الشرعية اليمنية. الشرعية اليمنية والتحالف العربي هدفهم هو إسقاط الإنقلاب واستعادة الدولة اليمنية، ثم يعود اليمنيين ليجلسوا
ويتشاوروا كيف ينفذوا مخرجات الحوار الوطني. نعم، وهذا ما لم يحدث استاذ صالح. اشكرك جزيل الشكر الدبلوماسي السابق صالح الجبواني، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. كما اشكر جزيل الشكر باسم الشعبي رئيس مركز مسارات للدراسات، كان معنا ايضا عبر الهاتف من عدن. اشكركم اعزائي المشاهدين في ختام هذه الحلقه، تقبلوا تحياتي وتحيات منتج البرنامج كمال حيدر، القاكم الاسبوع المقبل في نفس الموعد، في امان الله.